أبو البركات الأنباري، هو عبد الرحمن بن محمد المكنى بأبي البركات الملقب بكمال الدين، وينسب إلى الأنبار أو إلى بغداد، من علماء اللغة والأدب والتراجم. ولد سنة 513 من الهجرة، وسكن بغداد منذ صباه حتى وفاته. نشأ أبو البركات نشأة دينية ثم نحوية، مترسماً خطى علماء الفقه في أساليب العرض والمعالجة، ووصف بالإحاطة والبراعة في النحو، حتى قيل فيه كان قد تفرد بعلم العربية وشدت إليه الرحال. قال ابن الأثير له تصنيفات حسنة في النحو، وشهد له ابن خلكان قائلا وكتبه كلها نافعة، وعبر القرطبي عنه اشتهرت تصانيفه وظهرت مؤلفاته. قرأ أبو البركات الأنباري اللغة على أبي منصور الجواليقي، وصحب الشريف أبا السعدات هبة الله بن الشجري، وتفقه على سعيد بن الرزاز، وسمع الحديث من أبي المنصور محمد بن عبد الملك وأبي البركات عبد الوهاب الأنماطي. أما تلاميذه ممن تأثروا به فأشهرهم الحافظ أبو بكر الحازمي. ذكر الذهبي أن عدد مصنفات أبي البركات 130 مصنفاً في الفقه والأصول والزهد، وأكثرها في فنون العربية، منها البلغة في الفرق بين المذكر والمؤنث، الموجز في علم القوافي، زينة الفضلاء في الفرق بين الضاد والظاء، نزهة الألباء في طبقات الأدباء، وهو من كتب التراجم التي تعنى بأخبار الأدباء والنحاة، أسرار العربية ويدور حول العلة النحوية، الإغراب في جدل الإعراب ولمع الأدلة في أصول النحو ويدور حول الجدل الإعرابي، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين، والبيان في غريب إعراب القرآن. توفي أبو البركات الأنباري رحمه الله ببغداد سنة 77 و500 من الهجرة، وله 64 سنة.